كاسة بأنهم حقيقيين كنعرفوا بمكاسة بأنهم عيساويين كنعرفوا بأنها أهل الفن والإبداع مكناسة يا مكناس لن أرحل عني فأنت في القلب هنا حاضرة كما كنت وستظلي وأعشقك يا مدينتي يا حبيبتي يا غزالتي يا مؤنستي يا صراحة أنا سعيد جدا بهذا التكريم، هذا التكريم جاء من جمعية فضاء مكناس للملحون، وجاء في إطار المهرجان الدولي لمولوديات مكناس في دورته السابعة، وجاء من قلب مكناس، من الناس ديال مكناس، من مدينتي، من ولاد هذه المدينة اللي كنحبها وكنغير عليها، وهذه المدينة اللي عندها تاريخ عريق جدا، وبالتالي هذا التكريم هو كنهديه أولا الوالده ديالي الحاجه زهور، كنهديه لكاع المكانسه اينما كانوا في اي مدينه، وكنهديه للمغاربه، وكنهديه للناس اللي هما غيرين على بلادهم وغيرين على ارضهم اللي باغيين السلم والسلام والحب والطمانينه والهناء لهذه البلاد. كنتمنى ان شاء الله ان هذا التكريم يكون في نفس الوقت مسؤوليه كبيره باش نقدم اكثر ونعطي اكثر ونحاول نغني الساحه الفنيه والابداعيه باعمال تكون ان شاء الله كتراعي الذكاء وذكاء المغربي وذكاء ايضا الجمهور اللي متعطش للابداع وللفن. ونتمنى ان ان شاء الله بحول الله نبقى دائما كما شافوني كما شاهدوني اول مره، نبقى دائما في قلبهم وفي عقلهم الى الابد. شكرا. انا متواجد هنا في القلب في مدينة مكناس، مدينتي التي أحبها أعشقها حتى النخاع، مدينتي التي أتمنى وإن مت أن أدفن فيها، مدينتي التي بنتني صنعتني أعطتني حليبها الذي كان من قبلة أمي التي هي في صميم روحي، أمي سيدتي كبيرتي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.